مساء الخير عليكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، وخواتم مباركة عليكم جميعا. أهلا بكم إلى الحلقة 24 من برنامج حيث الإنسان، الذي كرس فريقه وقته للإنسان اليمني ومعايشة تفاصيله وأوجاعه والانتقال بها إلى طور الحلول. اليمني الذي أجبرته أوضاعه القاسية لاجتراح الحياة ومجالدتها من أجل العيش بكرامة. إنها معركة ولا بد أن يخوضها، فاختلط بالأرض وسكب فيها همومه وأفراحه وتعبه، والأرض لا تخون. في مسال هذه الحلقة نعرفكم مشاهدينا بأسماء الفائزين معنا بسؤال الحلقة 22، وهم الفائز الأول محمد سعد يحيى صالح من المحويت، والفائز الثاني أحمد علي زوكر زهم من حجة، والفائز الثالث وسيم مروان أنعم من تعز. مبروك لهم الجوائز المالية، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، وما زالت لديكم فرصة للفوز معنا يوميا بثلاث جوائز قيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، فقط من خلال الإجابة بشكل صحيح على سؤال الحلقة. الآن مشاهدينا دعونا ننتقل إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. يقول علي ولد زايد: لا رزق يأتي لجالس إلا لأهل المغارس ومن قرأ في المدارس. مشاهدينا، ركزنا خلال عدد من حلقات حيث الإنسان على التعليم وأهميته ومخاطر تجريف العملية التعليمية. حلقة اليوم تسلط الضوء على الزراعة وأهميتها كأحد مصادر الدخل لليمنيين. تابعوا معنا تفاصيل قصة الليلة لتكتمل لديكم الصورة. يتربع وادي حضرموت على مساحة تزيد عن 200 كيلومتر، أغلبها قابلة للزراعة، وبفضل مناخها فإنها قادرة على إنتاج أنواع كثيرة من المنتجات الزراعية، على رأسها التمور الفاخرة والخضروات الموسمية. صار القطاع الزراعي في وادي حضرموت يمثل هوية بالنسبة لسكان هذا الوادي، فمعظم السكان في وادي حضرموت هم أساساً من المشتغلين في المجال الزراعي. وقت طويل مثلت الزراعة مصدر دخل لسكان حضرموت وشكلت شخصياتهم، فارتبطت حياتهم بالأرض لأجيال كاملة قبل أن تواجه أشجار النخيل كارثة حشرة الدوباس، وتفشل إمكانياتهم المتواضعة في التغلب على هذه الجائحة. من بداية يمكن قدام 10 سنين أو زايد بداية الدوباس، يوم بدأ في النخيل، نحن كان الحمد لله معتمدين على النخيل والتمر، وبعد الدوباس والمشاكل تعرف حق الزراعة، كثر الدوباس ورشينا وما شيء فايد، يعني ما هالشيء دعم من الدولة كذا تدعمك إنك ترش وتساعدك في الرشاش وفي في بس قليل، ما هي حسب الطلب يعني. على مسافة غير بعيدة من مدينة تريم التاريخية، تحولت كثير من الأراضي الزراعية إلى أراضي صفراء ينظر إليها أهلها بحسرة، وهم الذين كان آباؤهم ينقلون محاصيلها إلى كل مكان. هذه المزرعة كان ماسكها والدي، ودي هذا خلاص اعتقلت قاعد رفت، ما عاد قدر يزاول عمله. مسكت المزرعة أنا بعده، بحثنا بير في نفس الأرض، بس البير تعبت حبل يهراء وقل الماء فيها ويبس في الأرض علينا، ورايحة إسرة كبيرة ما قدرت أغطي المزرعة ولا أغطي الإسرة. وهكذا تسببت الحشرات وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والأسمدة في تحويل الأرض من مصدر دخل وسبب للحياة إلى مصدر هم وباب للديون. حفرنا بير أو الأوليلة والغلق الماء حقها، انتقلنا لحفرة ثانية، والحفرة الثانية يعني ظهرتنا مشاكل، يعني ناس ظهر سحوح، يعني دائما إنها طلع لك سحوح، وعانينا يعني سنين نعاني على كذا.
لم تكن حشرة الدباس مشكلتهم الوحيدة، بل إن طرق الري التقليدية تسببت بانخفاض مستوى المياه، وتضررت المضخات بسبب اختلاط الماء بالشوائب، وتكررت محاولاتهم المستميتة لإعادة إصلاح الأرض، إلا أن المحاولات في كل مرة تعود بالنتيجة نفسها. صراحة نتكلم مع أصحاب الشركة هذه اللي معهم، بحثنا بمبلغ عندهم وتم مكان الدين معلق عندهم، ولا أقدر سدد هذا الدين اللي عندهم. مكان نمشي في مكان هذا الغلاء وارتفاع الأسعار والديزل، وقع ما قدرنا حتى نمشي في أي أسواق. وتعرف الوضع عمال إلى فوق، الارتفاع في الأسعار، جميع الأسعار يعني. وعبوها ويهتنها مشكلة في الديزل، محروقات كلها. عنها أرضية يفت من قبل الديزل، ما قدرنا نزرعها ولا نقدر نصلها في هذه الزراعة. تمتلك هاتان الأسرتان قطعة أرض تسببت الظروف الاقتصادية في تعطيلها وتحويلها إلى عبء عليهم. وهنا كان تدخل فريق برنامج حيث الإنسان مقدماً الدعم الكافي لاستصلاح هذه الأرض. كان فريق برنامج حيث الإنسان من توفير وتركيب شبكة ري بالتقصير، وتوفير المشورة الفنية للتعامل مع السماد عبر مهندس زراعي. ونتيجة لخبرة المزارعين السابقة، فقد اختاروا لهذا الموسم زراعة محصول من الورقيات. الورقيات تكون حصائل يعني زراعتها بسيطة، يعني ما تشيل كلفة وايدة منها، وسريعة حقها الإنتاج. ومن هنا كلها يمكن 40 يوم ولا شيء، وتحصد منها ولا أقل الورقيات هاي، وإنتاجها في السوق يعني يقبلوها تو بسرعة يعني. شهران من العمل والعناية بالمنتجات وتسميدها ورعايتها لتصبح منتجاتها في السوق منتصف شهر رمضان. مشروع يعني نايح في لحد بيجي تقصير، هذا فكرة زينة يعني، لأنها تقلل في الماء. أول ما شيء ما تشيل فيه ماء وايد.
والعاد تتعبك لا كظاور ولا مسحة، طير ذريك فيها وزرع، يعني فكرة زين. ولما توقعت إن هذه الشبكة توصل لي هنا، هذا الشبكة حلم جاءت لها عندي، ولكن الحمد لله من فضل الله تعالى وفقنا بهذا التقطير، وجزاهم الله خير الداعمين والمساهمين فيها، أشكرهم على هذه المجهود. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا يقال مشاهدينا أن الزراعة هي المهنة التي تجعل الإنسان جذورا في أرضه. في هذه الحلقة والتي سعى فيها حيث الإنسان لنقل قصة موسم زراعي، شاهدنا المستفيدين وهم يحصلون على الأرباح من بيع منتجاتهم في الأسواق، والأهم من ذلك هي فكرة الاشتغال على طرق الزراعة الحديثة واستخدام تقنيات الري وآلية التغذية الحديثة مثل شبكات الري والبذور المحسنة، مكافحة آفات الزراعة بطرق آمنة. تكمن أهمية ذلك طبعا في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة كمية المنتجات في الأرض، بالإضافة إلى تحسين المحصول خلال شهرين فقط من بدء تدخل برنامج حيث الإنسان أثمرت الأرض وحصد الإنسان ثمار جهده. ظهرت الفرحة، فرحة المزارعين بالمكاسب التي حققوها، نجاحهم هو نجاح حيث الإنسان وخطوة قد تلفت النظر إلى أهمية إنتاج المحاصيل الموسمية وقصيرة الأجل والتي تعود بالفائدة خلال مدة قصيرة. بوسع كل يمني اليوم الالتفات لأرضه ولما حوله وفتح باب الرزق في زراعة المحاصيل والحبوب الموسمية، وكما قيل أن تزرع حديقة فأنت إذن تؤمن بالغد، فلكل المؤمنين بالغد، بالأرض والإنسان اليمني المكافح، ازرعوا حقولكم واجعلوها حدائقكم الخاصة. مشاهدينا تابعنا إذن قصة الليلة وركزتم في تفاصيل هذه القصة بالتأكيد حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال حلقة الليلة، وإليكم السؤال. يتربع وادي حضرموت على مساحة تزيد على، والاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول 200 كيلومتر، الاختيار الثاني 140 كيلومتر، الاختيار الثالث 500 كيلومتر. إذن مشاهدينا ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الظاهرة معكم على الشاشة، اختيار إما واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإرسالها على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، والفرصة متاحة للمشاركة والإجابة على السؤال حتى 5 من عصر يوم الغد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة إعلان الأرقام الفائزة معنا بجوائز الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج حيث الإنسان، وقيمة الجوائز 300 ألف ريال يمني ستوزع على 3 فائزين، قيمة كل جائزة 100 ألف ريال يمني. كان السؤال يقول كم عام مضى على نزوح إلهام وأسرتها، وكانت الاختيارات الثلاثة هي 5 سنوات، الاختيار الثاني 4 سنوات، الاختيار الثالث 2، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 2، 4 سنوات مضت على نزوح أسرة إلهام. إذن مشاهدينا الآن سنقوم باختيار 3 فائزين ممن أجابوا بشكل صحيح على سؤال حلقة الأمس وأرسلوا فقط رقم 2 دون أي إضافات. نبارك مقدما للفائز الأول وقيمة الجائزة 100 ألف ريال يمني. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 73533 0579.
مبروك إذا لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة الجائزة الأولى وقيمتها 100,000 ريال يمني. الآن نختار أيضا الفائز الثاني بشكل عشوائي وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني أيضا. إذن مبروك لصاحب الرقم 7369-88555. مبروك أيضا لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثالث أيضا وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك مقدما لصاحب الرقم. إذن مبروك لصاحب الرقم 715-116-498. إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا عن سؤال حلقة الأمس، مبروك لهم الجوائز المالية وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. ما زال لديكم فرصة مشاهدينا للفوز معنا أيضا ب 300,000 ريال عن سؤال حلقة اليوم، وسنعود ونعرض عليكم السؤال مرة أخرى لاحقا وقيمة الجائزة 100,000 ريال. ثلاثة فائزين لكل فائز 100,000 ريال يمني. نذكركم الآن بالأرقام الفائزة معنا اليوم عن سؤال حلقة الأمس، والأرقام معكم على الشاشة. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، وسيتم التواصل معهم من خلال طاقم البرنامج عقب انتهاء هذه الحلقة لنتمكن من إرسال الجوائز المالية إليهم حيثما كانوا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، وسنتواصل معهم عقب انتهاء هذه الحلقة لنتعرف على أسمائهم ومن أي محافظة، ونرسل إليهم المبالغ المالية، ونحن نحرص على إرسال المبالغ المالية خلال المدة لا تتجاوز اليوم التالي. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، ومشاهدينا ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا أيضا اليوم بثلاث جوائز مالية وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني من خلال الإجابة على سؤال حلقة اليوم. والسؤال يقول: يتربع وادي حضرموت على مساحة تزيد على، والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 200 كيلومتر، الاختيار الثاني 140 كيلومتر، الاختيار الثالث 500 كيلومتر. إذن واحدة من هذه الثلاث الإجابات هي الإجابة الصحيحة، وبإرسال فقط رقم الإجابة إما 1 أو 2 أو 3 تكون لديكم فرصة للدخول معنا في السحب على الجوائز المالية المخصصة لحلقة اليوم وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني، ولدينا سيكون ثلاثة فائزين. إذن مبروك مقدما لمن سيفوز معنا عن سؤال حلقة اليوم. في الغد حلقة جديدة من حيث الإنسان، قصة جديدة وفائزين جدد معنا، وسنكون دائما معكم خلال ليالي شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لتقديم كل الخير. مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، في أمان. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.